السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. بالنسبه للمستجدات ديال القضيه ديالي راكم عرفتوا بانني جاوبت عن السلطه اللي بالملحقه الاداريه ديال ولاد احمد واحد اللي كان تعرض القائد ديالو بطعنه ديال الموس، وانا ما تشجعتش هذا التسديد باش يضربوا الموس باش رجعوا ثاني، بان هاد الناس يعني راه تفرضوا القوه ديالهم هنا باش ياخذوا فلوس، وكما قلت لكم كاينه خروقات كبيره باقيين كاينين بير دابا باقيين تيتحلوا، وباقي الناس تدير الاصلاحات وباقي الناس تضرب في الضالات، وانا مشيت ريحت خليت المساطر الاداريه تتقدم الناس ديال الداخليه الله يجازيهم بخير خدامين، ولكن تتعرض تهديد من هاد الناس كل مره تيجوا يهدوني من خلال الهاتف تيهدوني شخصيا. فجاء عندي فرد من الشيخ ديال القوات المساعده تيهدس لي امام ماله امام الملحقه الاداريه، ورا الناس تيشهدوا كل شيء تما بانه جا تفرض عليه القوه باش يديني انا للحبس، ورغم انني لم ما صورته ما حتى شي حاجه تيهدد فيه، وهاد الناس ديجا كانوا عرضوا عليا باش يدوني للخياطه. يعني هاد الناس انا تنطلب الحمايه من سيدنا وسيد الوزير الداخليه، بان هاد الناس راه كما قلت لهم شبكه كبيره، وراه هاد الناس كما عريت لهم على الوسخ ديالهم على الفساد ديالهم ولا يحاربوا فيا، راه الشهور جمعيات تجار فيهم صحفيين فيهم بزاف تاكوش كل شيء، كاينين الناس صحفيين نزاه وكاينين الناس ديال الدوله شرفاء، وتنتمنى باش يتدخلوا في اسرع وقت باش يوقفوا هاد الناس عند المهام ديالهم، راه باقيين تيزولوا في المهام ديالهم وباقيين تيدخلوا في الفلوس وباقيين تيهدوا في الناس، والسيده اللي عطات التصريح ديالها للقبه راه مشاو هدوا لها ولدها حتى هي، وراه هاد الناس فارضين القوه ديالهم، هادشي راه ما تنقولوش انا، راه مخيلات الساكنه اللي خرجات كامله وقلت لكم الناس مضروره وما قداش هضر، لان الناس هادو فارضين القوه، بغيتي القانون ليه؟ لان علاش؟ باش اللي غايحاسبهم هنا في دار بوعزه في الوسط، يعني ساكتين عليهم خليهم دايرين كيف ما بغاو، حيت هاد الخروقات كبيره ما يمكنش ما يشوفوهاش، راه ما يمكنش شي واحد ما يشوفوهاش، لان انت تجي تشوف تلقى هاد الناس علاش مغطين عليهم؟ انه بغا يحاسبوني انا وهاد الناس ما يتحاسبوش، على هاد الجرائم ديالهم كاينين كاملين في القانون، هاد الشيء كامل اللي داروا كاين المساطير ديال في القانون، وعلاش ما يتعاقبوش عليه؟ حيت القانون ماشي ما بين هادو وهذا. حنا الحمد لله دولة الحق والقانون، وتقول عاس سيدنا، وتقول عاس الناس ديال الداخلية، وتقول عاس الناس ديال الأمن، لأنهم غياخذوا عقلهم من الظالمين هادو، هاد الناس راه فرضوا القوة ديالهم قوة كبيرة، راه ولاو تيفرضوا تيهدوا العيالات، تيهدوا الناس، تيهدوا أي واحد، وأي واحد تيهضر تيسيطوا للحبس، راه مصيفط النص في الحبس ظلما، هكاك باطلا، وأمام عيني والله شاهد على ما أقول، هاد الناس نعطي عليهم بالإثباتات. لان الناس وسخهم بزاف لانهم فاتوا القوه، لان اللي تيهضر معاهم تقول لهم حنا عندنا درسه كبيره، لان الناس ما تنعرفش علاش كيفاش الناس باقيين تيزاولوا في المهام ديالهم كان شي علم ياكل، بان كاينين الناس مسؤولين كبر منهم وتحطوا الحساب، خاصهم يتحطوا الحساب، خاصهم يقلبوا الممتلكات ديالهم للناس اللي قرابين ليهم والناس اللي حداهم يقلبوا الممتلكات ديالهم، بان الناس دايرين ثروات كبيره، علاش؟ لانهم عندهم مصالح كما قلت لكم الماء تياخذوا ب 6 درهم الطون وتبيعوا ب 460 ريال الطون، راه وريتكم البونات ديالهم، هادشي بالدليلات، الناس راه مقهوره هنا في الرحمه في ولاد احمد، راه الناس تعاني ما قداش هضر، راه كما قلت لكم كاين لا ضاله ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه، حتى شي اداره ما دايره خدمتها هنا في دار بوعزه في النواص، هذه هي الحقيقه، راه تنطلب من السيد الوزير الداخلي باش يتدخل في اسرع وقت، هاد الناس خصهم يتحاسبوا في اقرب وقت، خصهم يتحطوا تحت الحراسه النظريه. لانه فاتوا القانون ولا هما تيمثلوا القانون، يعني اعلى سلطه في البلاد تتمثل القانون، تطبق القانون، كيفاش هاد الناس ما تطبقش عليهم؟ القانون الحمد لله دار على كل شيء، ماشي على الضعيف ولا على الغني، كل شيء بحال بحال، ما كاينش فرق ما بين هادو وما بين هذا، الدستور عطانا 16 حق، وحنا باقي تنقولوا تنطالبوا بحقنا، حيت مشيت سكت وخليت الناس تاخذ المساطير ديالها، وهاد الناس باقي تيهدوا فيا، تنطلب الحمايه من هاد الناس هادو، لانني ولات حياتي انا في خطر، وليت اي لحظه مهدد تعرض للموت تعرض لاي حاجه، لهذا راه كاين عندي تسجيل ديال الشاف ديال المخازنيه تيعرف فيا وسط الملحقه، تسجيل صوتي ديالي، اللهم ان هذا المنكر، تنقول حسبي الله ونعم الوكيل، ني هاد الناس وريتكم هاد الوسوخات ديالهم كامله، راه ماشي هما، كاين بزاف هنا، راه مخلاها مرونه في ولاد احمد جوج، راه باقيين كاين الضالات، كاين روينه تما، راه الكفات تباعوا لاصحاب المتاجر الغذائيه. راه الناس عندهم باقيين عندهم خوفات ديال مؤسسه محمد الخامس للتضامن باقيين الان تيبيعوا فيها متاجر غذائيه كاينين حدا الملحقه، ورا الناس كانوا تياخذوا الكراطن من عند اصحاب متاجر غذائيه، علاش هذوك اصحاب المتاجر شهدوا معاهم؟ لانهم عندهم مصلحه معاهم على قوه الله اكبر والله شاهد على ما اقول.